إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون إلهي سبحانه وتعالى سنه سار لضا يكون كان إلهي سبحانه وتعالى وقدره وحكم ذا إنه إلهي جل وعلا دومه سكو امتحامه بالسراء والضراء برواق إيا برواق لا أن لبذبه نب إيا دف أبار يا رحمة الله بدبا إلهي سبحانه وتعالى حكمة دوك اللي يهينا وحويه سيوك لا عدادان كوى رنتك الشيغي يا إيمان كودا يا كوى بنتك الشيغي سيوك لا عدادان كوى كو صبر يا قدر ذا إلهي يا كوى كارق قحا يا سلب بقايا إلهي سبحانه وتعالى حكمة دوين بوك اللي جل في علاه الابتلاء والامتحان ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله سبحانه وتعالى وحيره تتكم وحي موضيا إن يودنا يان إلهي ما نروما إني دبنا سيدا لغو ديني يغان لا امتحامن وانو امتحامن كويغا كوري سيانو كلام عدينا وانو كلام موچنا الذين صدقوا يا الذين كذبوا كو إلهي سبحانه وتعالى إيمان كاي رميين كدب شيغي إيا كو كبين شيغي أيها المسلمون عباد الله وحكم إذا ابتلاءات كي امتحان ذا أبارها كم إذا وحكم إذا غلاء الأسعار والمعيشة إن سحر كي معيشة دبي كعان إن دمل إن دول كا أمس يا أبار يا أم بكدعه وابتلاء إلهي باك أنا يسجانا كرقادي كرا سبحانه وتعالى قف كي ملك الله دون تانا قفل صنوه الله صموه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي سوحو كيري ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وآية قرآنية وحنو يدكو امتحام الدونا وحكم ذا عبسدة يقاتشدة ونقص من الأموال
والأنفس والثمرات إنان إذن كان نقصا منه حولها إنان نفيه نقار لينه وأرلد ككحينه وأن تراهان إذن يرينه والثمرات إنان ملها إذن كان ترى الله إذن يرينه دلقي الله فيلا يبو صبحي وعي مره الله فيلا يعيسوه يوايان وابتلاء إلهي بعدي ولا نبلونكم وندكم تحامنا هيا ما هذا عيا وبشر الصابرين كوا صبروا وبشاري بنبي قال عليه الصلاة والسلام كوا صبروا عيا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كوا مركي اللي بيكون عضي هذا إلهي بانو أنك أصغنا أني أو الله أن له سجايانا حقي سو نقنن علماء التفسير وحيدين مركي فسرين الذين اذا اصابتهم مصيبه وما هي مصيبه داسي وعلى العلم كل ما يؤلم القلب او البدن ووحكست قلبك حنوجيه اما جيرك حنوجيه بيدادين ايا مصيبه ليدادين سيدا وديت ايها الاخوان في الله ابتلاء مركو دعو قفك مسلم كاوح على رباح ارنت كواده وكقد بالن كرا وحوي ان يتحلى بالصبر والاحتباس انه صبره اوت كيستو الهي سبحانه وتعالى وحنيني حقي سكي ما دينين اوغادو وتلد كواد النفط إذا إياه ولا له يبصين يضيرته يكوى نبته وقبضنا يكون عيش وفضل الله بعد أما تلاذ الله بعد وحي تعي أينك قد بكرناه نبته أينك كترناه إياه وحويه دلن دالك إياه الرفاتك إياه الروفك أينك كترناه وإنه يقينه يقين سنه عقيدة دبنا أولا نمادنا قلوبتنا كسوغن إنه كون كان إلهي ليهي أدومون أيهين أدوميسي لبع سمدنا يسقوا ليهي دلك دلك يسقوا ليهي ويصرفها كيف يشاء سيد الدولنا إلهي إنه أمه أمه سبحانه وتعالى أن نعتقد هذه العقيدة وي. إنه نتأمن جدي جينا دينه ستقنا إنه نتبه وحرود كف الله أنه كما في الله كرينه أبداً كما في الله انكرنا محايا لي إلهي ديق لي سأل لقول درقاء سبحانه وتعالى مركين إنو آمنا إنو حويان إلهي وأرضا المامل سبحانه وتعالى ملكي قدنا إلهي جل في علاه نسكلي سحر كايا قال يوبيع أهدي النبي عليه الصلاة والسلام بالرسول قصد صحابة أتربية دي أفرس نبي عليه الصلاة والسلام بأوي مادين ويو أمير الدولة عليه الصلاة والسلام وأمير المؤمنين ورسول البشر عليه الصلاة والسلام وحنا بيقول عليه الصلاة والسلام مركي يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا يا رسول الله رسولك الله سحرك ونقو قال يوبي إنه سحرك وحنا بيقول عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال وحنا بيقول إلهي با سحر كترى سبحانه وتعالى إلهي با الله وحنا قبطه وحنا فديه إلهي با الله وحرزاقه وحنا رجينا يا إنا الله لكل مه يدعو قف إذن كمديه آنو إيهي سنديق إيحولتنا آنو إيشيغن هين نبي عليه الصلاة والسلام ويكتغن صحابته رسولك أنك لأوي يمد عليه الصلاة والسلام يا رسول الله غلى السعر فصعر لنا سحرك وقال يوبين وسحر قو قال عليه الصلاة والسلام ادعو الله إلهي بريب نبي عليه الصلاة والسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وتلذي سؤال أمرته عليه الصلاة والسلام حدود هذا الصلاح الله يالو الله خلافنا إلهي أرلذ بهلاقه سبحانه وتعالى أي مركة أفضل فليحذر الذين يخالفون
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مع ذلك النبي محوري صحابي رسولك وحب رأيني حق الله وحرمان ادعو الله إلهي بريب النبي عليه الصلاة والسلام وأسكي تقول نك رسولك عليه الصلاة والسلام نك لا يعدل النبي قوي من عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله سعر لنا نصحر قوب النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام بل الله يخفض ويرفع إلهي بقى وحنا كرق هذا وحنا وصل لك سبحانه وتعالى ولا بس حد صحابه ديقوا بدنا والله الله يقوا من مدر النبي يقول الله عليه الصلاة والسلام هجد قوحوا قصوا قيني هاي في سنن ابن ماجه والترمذي سيدا درادة ولا ليال وحي تهيدتكو إلهي إني أجيستان حقي سبحانه وتعالى أن نتوجه إلى الله بالدعاء انت انو وحورو كاستيسك اللون انو حقا اللو اجيت سنه سبحانه وتعالى الهي وحيك عريسين اي انغو كسوغن او بين شيغينا او ددك اسكو ديرينا او منافقت سمينينا او معاصي كجيرنا او سوققينا وحا معاصي لغا غنعسن ايو اي وحا معاصي لغو سمين ايو ان لا تراكوبي كارين وما نوال بسوغة قينا الدين تأيي النبي إيا إلهي لغو عاية يضع زندة إيا فواحش كهرقيسة كأن عاية الدلية إيا مقالوين كأنو آنو حد لحين مخدرات كأيا الدراقس كلا استعمال إيا آنو حد لحين سيدة إلهي الرب إنو قوش بيها سبحانه وتعالى سيدة سحركو إنو قوش بيها سيدة إلهي إنو قلنا حريصانا يا جل في علاه سيدة إلهي إنو سو إيغا يا سبحانه وتعالى سيدة إنو حكوها لينا كمر الله يسكدوبه يمال لغا دو دوليا إلهي وحكم بحيه سبحانه وتعالى إلهي وحكم بحيه تضرع يسلولك يتوبة يا إلهي إلا النقضة سبحانه وتعالى علمك وإنا يا عبد الله إبن مبارك رحمه الله العالم الزاهد الورع أيا وحوري أبار بعد عضي آدو الدبديراتي مساجد كان صغلي بين المغرب والعشاء تدكي وناك سنة مساجد دي كو يا عجريني تيفية دي كو يا عجرين مركي مساجد كان صغلي يا وحان أركي وحان مغلي عد أيوري مساجد كو نوى ملو كونير أو قار أو مركا وحوية قوان أما مارة مالها الزاويات كرادي تيرركو يساقي مادان يا وحان فردي يبورينين لكاس إلهي ببريا سبحانه وتعالى إلهي أوانو دنبابني دنبي آنو قانو لني مدباد نقاقوي نيسا وآد نقو أباريسي إلهي أو نفط يدي أوانو قراني دنبي حقي يكيمين أوانو قيراني إلهي أوانو قادين سبحانه وتعالى إلهي أو مكرناش الرب وان ديكي استبوري مسايد كبان قصوا بحي مسايد كأسوا قرين أنتو عيشتو أحد العلماء البارزين أيانو تجيبوري وحنكون بوري غير كيم بالله نجو ورابيه إسكسر جوابته محو قرت عالم كاويني يقين تأذون كاسي قلبي جيس كسر بحسين إلهي الرب كيو نشر بعد العشاء نقول كي بقى قبوي أذون كي ما راضي بوري قف كي مساعد كشري حنو قاد بوري إنه يهينا أذونه أو شقيه نكمل إذا أدت كم قال هذا عرق دقن أدونك عبد الله ويب سلوان حري قف قرو إلهي بري سبحانه وتعالى أيال لقول روبين شري دتكي وناك سنة إنه نبق الله البي إلهي كبرين علينا كما ناتشي به حانك قلب قف وان حلال قوض هين وافكي سان حلال قلينين قف عن قرابة دي سحريرين قف عن إلهي حرير للهين قف عن محارم تي معاصدة كالور صنانين قفان إلهي عابدين عبادتي سدبت أحد فأنا يستجاب له سيد الله أقبل إياه النبي يقول عليه الصلاة والسلام ورسولك والرمينين بساسا وبور بدن وصفر كل هذا نكاس قعموك رتاقه وحلي يا رب يا رب النبي يقول عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام
وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. وحو عنا وحرام وحو عبي وحرام وحو كوكذي وحو حرنيه وحرام وحل قكري وحرام فأنا يستجاب له. ابو النبي عليه الصلاة والسلام سلوك أكبره. إذن هدي أين الدنيا تنهي لبات هذا وقبضني كل عيسو أبارها الدريمية معيشة دي سحر برك الدريمية إنك مكر قادي كران ضدي ستقي إنك مكر قادي كران وحوه يقن أحسطه ستمد أو وحنا أوروريسي وحنا يكر قادي كران إلهي سبحانه وتعالى إلهي حريقي سأين قبصن جل في علاه إلهي سبحانه وتعالى أين الرمين الرمين ربأه قريها هي مساجد إلهي ها عمرمان قوبها إلهي وحكو أقبلوها اللي نقهلو حلية إلهي وح أقبلوها اللي نقهلو سفوينك إلهي وحكو أقبلوها اللي نقهلو. أقول ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنا إلا هالك. وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله ولا ليال أنت يفرينت الله بعض وحنو الدرية تدك إلهي مالك السيئي إمال قبينك التجار وحن ليه قناح ستده إيددك مال قبينك مركو كوات رسولك ويدين بشاريي إن صدقتم هديات كدب شيكتان مالك إلهي ودين سيئ سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قنع صدها آمنك قنع سيئ سكر شيغة وحاو لما عيهي أما قيامها للصو حاضرية مع النبيين أنبيضه يا والصديقين كوي أنبياء الرمية أبو بكر رضي الله عنه يا والشهداء كوي إلهي درتي وشهيده سبحانه وتعالى وبشارة عظيمة بشارة ذاك فايريست كدب شيخ جناح سقاق يا مالك هذا أن حريصه دت كدير تاها وتد إلهي الرالي أهانشه سمالك هذا كبادي دونه نبي عليه الصلاة والسلام وقو ديي حدي الله بدا صفة لقوايو الصدق والأمين. فقال عليه الصلاة والسلام وحو نبي قولي عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق وارقنا حستدى أرور كوذ يوم قنا حستدى قيامها وحل صوصارا يقو فجارا إلهي طاع عدي سكفك إلا من بر وصدق والله بصفه إلا من بر وصدق إلا قف بر يسمى فلسميي كان أطلب شيئي إلهي سبحانه وتعالى بلن كل قلي بر وصدق نقضى كوى سمى فلياشا نقضى كوى كدب شيئا قنع سيقودة إيا إيب كودة أن حريص تددك دنيرتا قاتب بشاردة يدعى النبي قولي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وحن نبي قولي عليه الصلاة والسلام إلهي هؤن حريستو أدون سامحي بدن أود بعسا مركو وحيبين أيوه إيا مركو إيبسن أيوه وإذا اقتضى إيا مركو دين قاضن أيبا نبي قولي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح البخاري قايو كسوكي نقضى كو إلهي أؤن حريستو سدقارك سبحانه وتعالى النبي قول عليه الصلاة والسلام الرحمون يرحمهم الرحمن كو النحريسته إلهي با النحريسته سبحانه وتعالى فرنت اللباد يا ولا الله يقنع ستدا
ee ilaahay umaalka u dhiibay aan siinaya ama aan faraya waxay tahay iska ilaali inaad ka faa'iidaysataan baahida masaakiinta iyo dayarta iska ilaali inaad ka faa'iidaysataan xilliyada adag ee dadku ay u baahan yihiin cid gacan qabata inaad tidhaahdo ka dhaanso oo ka dhareg iska ilaali inaad taa samaysid noqo taajir la nool dadkiisa oo aan gaar uga noolayn noqo taajir la dareena ummadiisa culammada muslimiintu kolkay soomka ka warramayaan xikmadda ku jirta xikamka ku jira iyo murtida laga leeyay waxayna waxaa ka mid ah liyashcur alghaniyu alama juuci alfaqiir waxaa ka mid ah xikmadaha ilaahay u jideeyeyba inuu ninkii dhargay dareemo xanuunka gaajada faqiirku ay leedahay qofkii isagoo boglaalan soo toosti jiray inay dhibaatada gaajadu ay leedahay suu dareemo dabadna ilaahay uu ugu noqdo subxaana wa tacaala imaamu axmed oo laba xaboo kimis ah inuu ku afuro diyaarsaday ayuu miskiin soo dul istaagay waa imaamu axmed markaasaa wuxuu yidhi waxaan ahay miskiin boglaali ku toosay boglaal yacnii miskiin calooshiisu maran tahay imaamu axmed labadii xabadood ee laxoodu hayay buu u dhiibay wuxuu ku afurana ma haysan wuxuu ku suxuurtana ma haysan soonkii buu dib dibu mar dambe ugu soomay haddana isagoo siduu gaajoonaya ilaahay subxaana wa tacaala meel kaluu ka siinaya midhaha jannadu ilaahay ka dhargin doonaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaahay subxaana wa tacaala intaad ka baqataan oo dib isugu noqotaan war dadkiina danyartaa u naxariista fariinta u dambaysa waxaan u dirayaa dadka mas-uuliyiinta ee ilaahay talada ummadda gacanta u geliyey war ummaddiinna u naxa oo u tura dadkiina isu joojiya faqiirka iyo qaniga isu joojiya dadkiina quluubtooda isu dabciya oo dabac isu geliya dadka tujaarta ah dadkiina u wacdiya haddii arrintu ay keensato oo maslaxadi ku jirto in la sixir gooyana u sixir gooya lanna culammada islaamku waxay yidhaahdeen danta guud hadday ku jirto in sixir dowladdu jarto way jari karaysaa marka fuqarada iyo danyarta la dareen noqda mas-uuliyad baa ilaahay idinka saaray waana laydin weydiinayaa yowma alqiyaama waa laydin weydiinayaa ku dhaqma qowlka cumar bin khataab uu yidhi radia allahu canhu wallaahi haddii faras ku turaanto roodo ciraaq ilaahay wuxuu iweydiinayaa liman lam tusawi laha ariiqa yaa cumar cumarow maxaad waddada ugu hagaajin weyday baqasha ama faraskaa turaanturooday ka gaajoonaya iyo ka xanuunsanaya iyo ka dharagsan ee dadka ku kibraya intaba ilaahay qiyaamaha idinku idin weydiinaya subxaana wa tacaala marka ilaahay intaad ka baqataan mas-uuliyadda ilaahay idin saaray ilaahay kaga baqa subxaana wa tacaala ilaahay dhammaanteen aanu ka cabsanno mid dan yar ah iyo mid dan weyne ah mid mas-uuliyad haya iyo mid la hayo mid culimo ah iyo mid caamo ah mid maal haysta iyo mid aan haysanba cabsida ilaahay dhammaan waajib bay inagu tahay si ilaahay inoogu naxariistana aynu isugu naxariisanno allahuma janibna alfawaaxisha maa dahara minha wama batan allahuma wafiqna lima tuxibu watardaah ya dal jalaali waalikraam allahuma asqina gaysan mugiisan haniian mari'an saxan tabaqan mujallilan daa'iman ilaa yowmi ddiin allahuma ina bilbilaadi waalcibaadi min addanki waaljuuci waalcadashi maa laa nashkuhu ila ilayk اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ودمار يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالضعفاء اللهم ارحمنا بالضعفاء اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقونا يا رب العالمين اللهم إنا فقراء فاغننا يا رب العالمين اللهم إنا جياع فاشبعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا حفاة فاكسنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا أذنبنا ذنوبا كثيرة